باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الأربع من الأسبوع الخامس من الصوم، والأسبوع الخامس بينتهي بمعجزة شفاء العرج أو الإنسان المشلول، الإنسان اللي كان عند البركة ومنتظر ملاك يحرك الماء. الكلام كله النهاردة في القرايات عن حاجتين أساسيين: خطية الإنسان وعناده مع ربنا، وإيد ربنا الممدودة للإنسان بالتوبة. يعني شوفوا حاجتين عكس بعض خالص، ربنا بيحبنا وربنا بيصعب عليه أن يشوف قلبنا بيتأسى. نعمة ربنا لما بتقترب من الإنسان مفروض يحس ويتغير، لكن في ناس عاملين زي ما قرينا من سفر التكوين النهاردة، زي فرعون لما يتزنقوا يصرخوا لربنا، وبعد ما يعدوا من المشكلة قلبه يبقى قاسي وتقول له توب، يقول لك توب ايه عم كده كويس. المثل الثاني اللي خدناه النهاردة في النبوات كان ولادة صمويل. ممكن الشعب يخطئ، لكن لو الكاهن بيخطئ بتبقى أكبر بكتير. عشان كده عالي الكاهن كان مشكلة كبيرة، إن هو في ذاته لم يكن يخطئ، إلا أنه لم يكن يربي أولاده. أولاده اللي كانوا مفروض كهنة كانوا بيسيئوا للهيكل بتصرفاتهم وعدم احترامهم للذبيحة. فربنا أراد أن يمسك رحم حنة عن الولادة لكي ما تلد ابن دموع وابن صلوات قوية، ويكون هو صموئيل اللي معناه الله يسمع أو سمع عيل، واللي هو يكون فيه إنسان يقود الشعب بصورة كبيرة ويمثل فترة انتقالية من القضاء إلى الملوك، بدءا بشاول وأيضا قام بدهن داود النبي. الله لا يترك نفسه بلا شاهد، والله طويل الأناة، لكن طول أناة الله تقتدنا إلى التوبة. أنا عايز أقول لكم كلمتين النهاردة. الكلمة الأولانية التوبة معناها أن احنا نتغير. يعني لو بعمل حاجة لا تليق بإنجيل المسيح ما يوافقش عليها ربنا أبطلها، أتغير، أبتدي أغير اتجاهي، بدل ما أنا حاطط وشي على الأرض ومهتم بالأرض أرفع عيني للسماء وأقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. لازم نتغير. إحنا للأسف، يعني سامحوني في التعبير اللي حقوله ده، أوقات بحس إن في ناس عاملة زي الأسمنت المقاوم للمياه. عارفين الأسمنت اللي بيعملوا منه قوائم الكباري والحاجات اللي هو ما بيتأثرش. أنا أشبه المياه هنا بعمل الروح القدس، رايحين جايين على الكنيسة واللي مخصمنهم مخصمنهم، واللي زعلانين منهم زعلانين منهم، وأسلوبهم الوحش هو أسلوبهم الوحش. في إيه؟ إلى متى؟ ده في آية جميلة بتقول إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. ليه؟ لأن طول أناة الله تقتدنا إلى التوبة، مش تقتدنا إلى قساوة القلب. النهاردة الإنجيل بتاع القداس من لقى 12، إنجيل مشهور بتاعت التينة اللي قعدت في الأرض بقالها 3 سنين ما بتطلعش ثمر. وثلاث سنين هنا رمز لعمل الله، لأن 3 بيرمز للثالوث، إن يعني زي ما قال كده ماذا يصنع لكرمي وأنا إيه لم أصنعه. أنا عملت مفيش حاجة تتعمل وما عملتها لكوش، إيه المشكلة بتاعتكم؟ فيقول له بقى اقطعها. لكن يجي الكرام اللي هو الخادم هنا يقول له اتركها هذه الايه السنة ايضا. ليه؟ حضع زبلا، انا عايز اديها فرصة، عايز ادعوها للتوبة، عايز اخليها تفتح الانجيل، عايز اخليها تصلي، عايز اخليها تقرب منك. وطيب لو ما جابتش ثمر بعد السنة دي هيقول له ايه؟ وإلا فايه؟ فاقطعها. احنا المثل ده بيورينا الله في عدله والله في رحمته. في رحمته عمل كل شيء لنا الثلاثة دول، ورحمته زودت سنة كمان عشان احنا نشوف ايه التأثير بتاع الحاجات الجميلة اللي هتتحط لنا عشان نتوب.
لكن في النهاية عدل الله يقف أيضا مع رحمته ويقول له فاقطعها إيه. ده كلام صعب. أنا النهاردة حياتي على الأرض معدودة، أي إنسان بيتولد ليه بداية وليه نهاية على الأرض، لأن حياتنا على الأرض is a station, is not a destination. Our life on earth is just a station. أنت ليه جسد تكون على الأرض، عشت حياة بيرجع تراب، روحك بتطلع السماء، بعد كده في المجيء الثاني روحك بتنجح تتحد بجسدك، يقوم الأبرار إلى إيه؟ للمجد، والأشرار إلى الدينونة. ففي نهاية جاية مهما كنا صغيرين في السن. أنا بعد نفسي إزاي للنهاية ديت؟ وهو ده عمل التوبة. إحنا مش بنقول لكم ابقوا حزانة ولا ابقوا زعلانين ولا ابقوا منكدين، إحنا بنقول لكم افرحوا بربنا، خلي كل تفكيرنا في ربنا. الأخ اللي كان مشلول دوت وكان مستني حد يحرك ينزله أول ما المية تتحرك، قابل المسيح شخصيا، وكل اللي عمله المسيح ده من نعمة ربنا اللي بيعملها عليه. في التاريخ بيتحكي إن هذا الإنسان أخطأ تاني والرسل صلوا من أجله. فياريت إن إحنا نستفيد بقى من الدروس ديت ونقول له رب أريد أن يكون هناك ثمر في حياتي. إيه الثمر اللي ربنا عايزه؟ الثمر اللي اتكلم عليه بولس الرسول في رسالته لغلاطية إصحاح 5 22 و23، 9 ثمار. نقيلك كده ولو يعني تدريب روحي حلو كده، كل سنة في الصيام الكبير اشتغل على ثمرة. تخيل أنت في خلال 9 سنين، أنتوا كلكم لسه قدامكم مش أقل من 100 سنة كمان، فكل واحد كده كل سنة ياخد له ثمرة. تقدر على المحبة ولا تقدر على الفرح ولا تقدر على السلام ولا تقدر على طول الأناة ولا تقدر على الوداعة ولا على التعفف. نقيلك أي ثمرة من التسعة وقول له يا رب أنا عايز أشتغل على ديت لألا يأتي وقتي واسمع الصوت لماذا تفسد الأرض، لماذا تفسد الأرض. ربنا يبارككم ويديكم توبة مقبولة، حياة متجددة في المسيح، علشان لما نخش معاه في أسبوع الألام نبقى فعلا تائبين، مش بس يعني كده منفعلين. ربنا يبارككم، له كل مجد وكرم.